استيقظت يوتيوبوري باكرا صباح اليوم على وقع انفجار في مبنى سكني وسط المدينة، وتحديدا في منطقة أنيدال. سيارات الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى المكان ومعها سيارة الشرطة. رجال الإطفاء أخلوا حوالي 100 شخص، فيما نقل نحو 25 شخصا إلى المستشفى، ويقال إن 4 منهم أصيبوا بجروح خطيرة. بعض السكان هربوا من النوافذ بسبب الحريق الذي أعقب الانفجار. الحريق لا يزال مشتعلا حتى وقت إعداد هذا التقرير. الشرطة لا تزال تحقق بأسباب الحادث ولا تنفي أن يكون السبب هو الغاز.